السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلبة في فيديو جديد من شرح مادة البيئية. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نبدأ في بارت 9 واللي بيحكي لي عن الجراوند ووتر تريتمنت. إحنا سابقا حكينا عن السيرفيس ووتر تريتمنت، حكينا إنه السيرفيس ووتر تريتمنت لكي يتم معالجتها بنبلش أول شيء بزيارة الأجسام كبيرة الحجم عن طريق عملية السكرينينج، وبعدين قلنا بتخلص من السوليدز اللي لها هيفي ويت، بعدين فلوكيوليشن وكوجيوليشن، وبعدين عملية السيدمنتيشن، ومن ثم الفلتريشن، وبعد ذلك الديسنفكشن. وقلنا بالفلتريشن أنا بقوم بالتخلص من إيش؟ من الديسولفد أيونز أيوة زائد السسبندد سوليد عن طريق إني أمرر المي بطبقة حبيبية، أيوة زائد إنه حكينا بالديسنفكشن أنا أقوم بتعقيم المياه أيوة وإزالة البكتيريا منها وقتلها، تمام؟ طيب الآن نيجي للجراوند ووتر تريتمنت. هل الجراوند ووتر تريتمنت كسؤال مبدئي ومهم أيوة تشبه السيرفيس ووتر تريتمنت او بتختلف عنها، او شو الاختلافات بيناتهم بالضبط؟ ايوه فعليا الجراوند ووتر تريتمنت في اخر ثلاثة بروسيس بالنسبه اللي كان الموجودات بالسيرفيس ووتر تريتمنت هم منافسهم بالجراوند ووتر تريتمنت، واللي هم عمليه السيدمنتيشن ايوه عمليه الفلتريشن وعمليه الديسنفكشن. يعني بالجراوند ووتر تريتمنت او بالسيرفيس ووتر تريتمنت انت لازم تعملهم، سيدمنتيشن لازم تعمله بنفس الطريقه طبعا بنفس الاليه ونفس الحسابات، الفلتريشن برضو نفس الشيء لازم تعملها بالجراوند وبالسيرفيس ووتر تريتمنت، برضو الديسنفكشن عمليه التعقيم والتخلص من البكتيريا ومنع اعاده نموها لازم انت تعمله ايضا بالجراوند ووتر وبالسيرفيس ووتر، تمام؟ فاذا بالثنتين احنا بنعمل هذول العمليات الثلاث، اذا هذا هو هاي هي العمليات المتشابهه عندك، تمام؟ طيب العمليات الاخرى هي عمليات مختلفه، فمثلا احنا بالسيرفيس ووتر بلشنا في ازاله الاجسام كبيره الحجم، بس لما نيجي للجراوند ووتر تريتمنت او الجراوند ووتر اي وانت يوم بدك تيجي لها ما راح تلاقي ارسام كبيره الحجم، ما راح تلاقي جذوة اشجار. يعني انت فعليا اول شيء الجراوند ووتر اصلا شو هي؟ احنا حكينا سابقا في بارت 7 وباول بارت 3 ايوه احنا ايش حكينا؟ حكينا انه الجراوند ووتر هي عباره عن ساتشوريتد سويل، يعني هي عباره عن تربه مشبع بالماء. انا هون بكون عندي تربه مشبع بالماء ايوه تمام، حبيبات تربه مليانه مي مشبعه بالمي، هذا بنسميه جراوند ووتر، هاي بنسميها مياه جوفيه وسمينا هذا بمصطلح الاكويفر، تمام؟ اللي هو بئر ماء جوفي بكون عباره عن ساتشوريتد سويل. طيب هسه انا بدي اجي اسحب المي لفوق، بدي احفر واجي اسحب المي، هسه بس انا اجي اسحب المي اكيد المي ما بكون فيها جذوع اشجار، صح؟ فبالتالي انا مش بحاجه اشيل جذوع الاشجار، ايوه. طيب برضو هاي المياه ما بكون فيها كثير سوليد وحصمة أيوة وأحجام من الحصى الكبيرة أيوة وحجار، يعني ما بطلع مع حجار أكيد يوم بدي أجي أسحبها، تمام؟ طيب لعاد السؤال شو بكون فيها؟ شو الأشياء اللي أنا بدي أشيلها فعليا من الجراوند ووتر؟ أيوة أهم الأشياء اللي لازم تشيلها من الجراوند ووتر التوكسيك كونتامينانتس، الملوثات السامة، تمام؟ حيث انه انت لازم تتخلص من الملوثات السامه لانه هاي اكيد تؤدي الى قتل الكائنات الحيه ومن ضمنهم منهم البشر. طيب من وين ممكن تيجي هاي التوكسيك كونتامينانتس؟ بكل بساطه هاي التوكسيك كونتامينانتس ممكن تيجي زي ما حكينا في بارت 7 من عمليات زي مثلا الانفلتريشن. عمليه الانفلتريشن هي بكل بساطه ايش؟ انه انا في عندي مياه امطار ايوه بتهطل مثلا على منطقه زراعيه، يعني انا عندي هون هطول، تمام؟ وهاي المنطقة زراعية، هسا هذا البئر بده يغذى، كيف يغذى الاكويفر؟ بتيجي هاي المياه بصير لها انفلتريشن، تنفذ ايوه مياه الامطار الى باطن الارض، وبالتالي يتم تغذية الاكويفر، ايوه نتيجة هاي التغذية واللي جاي من منطقة زراعية ملانة مبيدات حشرية على سبيل المثال، هذا الاشي راح يولد لي توكسيك كونتامينانتس موجودة بالمي، انا لازم اتخلص منها، وهذا الحكي ايوه مكتوب هون، تمام؟ طيب انت لازم تتخلص ايضا من ايش؟ من الكالسيوم، المنغنيز، الايرون، المغنيسيوم، هذول العناصر الشائعة جدا يعني وجودهم في يعني في المياه الجوفية نتيجة طبعا تواجدهم يعني بكميات كبيرة في باطن الأرض، أي ولازم أتخلص منهم، حيث مثلا هاي المياه راح تتفاعل مع الصخور المحيطة فيها، يعني المياه راح يكون في محيط بها صخور طبقات صخرية أيوة، بالإضافة للرمل أو يعني السويل اللي هي أصلا أيوة قاعدة بصير فيها انتر
الكومباكشن أيوة بينها وبين السويل، وهذا الإشي حكينا عنه بمصطلح الأدزوربشن، تمام؟ أيوة مصطلح السوربشن، وكيف بتبادل، وقلنا إنه والله الكيدي بتساوي الكونسنتريشن إن سويل على الكونسنتريشن إن ووتر، فبالتالي بصير تبادل بين هاي التربة وهاي الطبقات الصخرية المحيطة بالأكويفر أيوة مع المياه، فبصير عندي تبادل أيوني، وبالتالي هاي المياه ممكن تتلوث أيونيا، فبالتالي يعني ترتفع فيها تراكيز أيونات الكالسيوم والمنغنيز الايرون والمغنيسيوم. هاي الأشياء راح تسبب لي إشي اسمه الهاردنس، واللي هسه راح نفصل عنه بالتفصيل، تمام؟ فمبدئيا هاي الأشياء لازم أتخلص منها أنا. أيضا في عندك مثلا synthetic chemicals أيوة from improper disposal of industrial wastewater، برضو هاي بتشبه عملية الانفلتريشن، واللي هي يعني بكل بساطة اللي هن المواد الكيميائية المترسبة من وين؟ من المياه العادمة الصناعية. يعني لو كان أنا عندي مثلا في مصنع هون، تمام، هذا المصنع بوصل الويست ووتر تاعيته إلى المياه الجوفية، فرح يصير في عندي تلوث، صح ولا لا؟ وشوفنا كيف هاي الكونتامينانتس طبعا بتتحرك في بارت 7، أيوة عرفنا كيف هاي الكونتامينانتس بتتحرك جوا المياه الجوفية بعمليات الادفكشن والترانسفورميشن والديسبيرجن، وحكينا عن الريترديشن، فهاي العمليات الأربعة شفناها ووضحناها بالتفصيل. أيوة فالآن أنا كيف كل هدفي هون كيف أتخلص من هاي الكونتامينانتس وكيف أعالج المياه الجوفية، تمام؟ طيب زائد مثلا في عندك آخر شيء مثلا بحكي لك الراديو نيوكلايدز الأرسنك اللي هنا يعني الموجات الإشعاعية، أيوة and other inorganic chemicals والمواد الكيميائية غير العضوية، قال لك may originate from natural geologic formations. هاي المواد الكيميائية زي ما حكينا ممكن تكون من الجيولوجيا نفسها، من الجيولوجيك انفورميشنز اللي هنا زي الصخور المحيطة بالمياه، أيوة فهاي الصخور فيها معادن، والمعادن هاي بتحتوي على عناصر زي الكالسيوم، أيوة زي المنغنيز إلى آخره، من العناصر التي قد يعني يصير في بينها وبين اللي يصير بينها وبين المي تبادل أيوني عندي، فبالتالي المي ترتفع فيها تراكيز الأيونات، تمام؟ أو هاي المينرالز هاي المعادن تذوب بالمي، يعني في معادن بتذوب مثلا زي على سبيل المثال يعني مش من أشهر الأحجار الموجودة في بطن الأرض اللي هو أو المعادن اللي هو الكلس، تمام؟ أيوة أو الكالسايت، أيوة فالكالسايت يعني غني بالكلس، غني بالسي اي، غني بالكالسيوم، تمام؟ فبالتالي هذا الكالسايت يوم يتواجد بكميات حول المي، أيوة فهذا الإشي رح يؤدي إلى ارتفاع تراكيز الكالسيوم عندي، ولهذا السبب أنا لازم أتخلص من الكالسيوم. يعني أنا مش بدي أتخلص منه نهائيا، فعليا احنا حكينا ملاحظة سابقا إنه أنا ما بتخلص من الأشياء هاي نهائيا، وإنما أنا بقلل تراكيزها أيوة تحت الليمت المسموح به بحيث تصبح غير مؤثرة على صحة الإنسان، تمام؟ طيب تمام. طيب الآن شو هن العمليات الجداد اللي عندي اللي أنا بدي أدرسهم؟ فعليا راح أدرس أول عملية اللي هي الأيريشن، بعدين العملية الثانية راح تكون هي كوجوليشن وفلاكوليشن، ولكن بإضافة مادة مختلفة، وهي إن المادتين اللي راح أضيفهم لايم وصودا آش، تمام؟ أيوة هاي العملية عملية إضافة اللايم والصودا آش والكوجوليشن وفلاكوليشن بيلخصوها باسم سوفتنينج، تمام؟ فإذا احنا رايحين ندرسها كاسم سوفتنينج، تمام؟ أيوة وأيضا في العملية الثالثة عندي المختلفة، أيوة اللي بعد عملية السيدمنتيشن هي الريكاربونيشن، وهي العملية الكربوني، أيوة كربونة المي، وراح نشوف شو فائدتها وليش أنا بقوم بإعادة كربونة المي، أيوة واللي هي يعني إعادة إضافة الكربون إلى الماء، تمام؟ طيب الآن طبعاً لازم تعرف إنه زي ما حكينا سابقاً السيدمنتيشن والفلتريشن والديسنفكشن هاي العمليات الثلاث راح تكون نفس السيرفيس ووتر، ولذلك لن نتطرق إليها مرة أخرى في الجراوند ووتر تريتمنت، وأنا ما بس رايحين نشرح هاي العمليات الثلاث المختلفة، وطبعاً هذا البارت يعني أسهل بارت في المادة عندك، ما راح يكون في عندنا حسابات كثير، وإنما بس فهم لكيفية هذه العملية، يعني كيفية يعني معالجة المي من خلال هذه العمليات، تمام؟ طيب نبلش في عملية الايريشن واللي هي عملية بسيطة وسهلة. عملية الايريشن بكل بساطة بتيجي المي بتفوت لتانك عندي، وهذا التانك هي بعمل المي تهوية. يعني ايش اعمل لها تهوية؟ التهوية يعني اني اضيف اكسجين للمي، فاذا احنا هون بنقوم باضافة اكسجين الى الماء، تمام؟ بضيف O2 للمي الى الماء، فاذا انا قاعد بضيف O2.
طيب هذا الـ O2 ايش راح يساعدني في ايش؟ في ترسيب ايونات الحديد، تمام؟ حيث انه الفرص، ايوه، ايونات الحديد هي مواد سوليوبل، ايوه، يعني ايونات ذائبه، ما هي اسمها ايونات، فاكيد يعني ما راح تكون ايونات لو ما كانت ذائبه في المي، تمام؟ فايونات الحديد ايوه ذائبه في المي، فانا بدي اتخلص منها عن طريق اني اضيف اكسجين، وبالتالي يتفاعل الاكسجين مع ايونات الحديد ليكون لي اكاسيد الحديد، الفيريك اوكسايدز. اكاسيد الحديد هي مواد غير ايوه يعني ذائبه، هي مواد يعني رايحه تترسب، فبالتالي هي مواد راسبه. الاف اي او اكس اللي هن اكاسيد الحديد FeO, FeO3, ايوه، Fe2O3 الى اخره من انواع اكاسيد الحديد اللي عندي، ايوه. فهاي اكاسيد الحديد هي مواد راسبه جوا المي. طبعا هاي المواد الراسبه برسبها متى؟ مش جوا الايريشن تانك، برسبها في عمليه السيدمنتيشن، تمام؟ كل شيء بحكي عنه ترسيب يرسب في عمليه السيدمنتيشن. يعني احنا قاعدين بنحضر المي، اول شيء كوننا من اكاسيد الحديد للتخلص من الحديد، تخلصنا من الايرون عن طريق اني راح ارسبه في عمليه السيدمنتيشن، اتفقنا؟ طيب اتفقنا، بس هاي هي عمليه الايريشن. طيب نيجي الان للعمليه الثانيه واللي هي اهم عمليه لازم انت تفهمها، اللي هي عمليه السوفتنينج. بعمليه السوفتنينج انت هون راح تيجي تتخلص من ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم. ليش؟ طيب ايوه، بكل بساطه ايونات الكالسيوم اللي هن السي اي بلس 2 والام جي بلس 2، هذول الايونين بيعمل لك عصوره للمي، بيعمل عصوره للمياه، تمام، اللي هي ما يسمى بالهاردنس. عصوره المياه تقدر يعني تعرفها كيف؟ انه احيانا لو شربت مثلا من ميه الخزان، ايوه، بتلاقي طبعا الخزان شو بكون بقعته، احيانا في شيء بسموه كلس يعني جوا الخزان، ايوه، يعني بكون بقعة الخزان نتيجة طبعا انه المياه اللي بتجيك بتجي من المواسير والى اخره، فهو بتكون عندك كلس احيانا تحت بقعة الخزان، تمام؟ والكلس هو عبارة عن مادة صلبة راسبة، تمام؟ فلاجل هيك بتلاقيها بقعة الخزان. طيب المهم، لو انت شربت مي من الخزان مباشرة، يعني ما جبت مي مفلترة وشربتها، تمام؟ او مية حنفية احنا بنسميها، طيب مية الحنفية اللي انت بتشربها بتحس احيانا فيها طعمة غريبة، او فيها طعمة من الحديد، فيها نكهة حديد يا زلمة، فيها نكهة صدى، ايوه هيك بتحس يعني لو انك جربت هذا الشعور. المهم هاي النكهه وهاي الطعمه هاي بنسميها شيء اسمه عصوره المياه، نتيجه ايش؟ احتوائها على ايونات موجبه بنسبه عاليه. هاي الايونات الموجبه، يعني مش كل الايونات الموجبه بتعمل عصوره المي، وانما في عندك ايونين هذول متخصصين في عصوره المي، يعني تواجدهم بيعمل لي عصوره للمي، بيعمل لي هاردنس، ايوه، واللي هم السي اي بلس 2 والام جي بلس 2، ايون الكالسيوم وايون المغنيسيوم. واحنا هدفنا في عمليه السوفتنينج ان نشيلهم. طب هسه هم ايونات، كيف بدك تشيلهم؟ بدك ترسبهم، بدك تحولهم لرواسب بحيث انك تقوم بازالتهم، تمام؟ طيب انت عشان تحولهم لرواسب وهم ايونات لازم تضيف ماده كيميائيه او مواد كيميائيه، تمام؟ شو هاي المواد اللي انت الاشي الشيئين اللي ممكن يرسبوا لك السي اي بلس 2 والام جي بلس 2؟ هم اللايم، ايوه، والصودا اش. اللايم سي اي او اش 2، والصودا اش اللي هو الان اي 2 سي او 3، واللي بتذكر هذول الاثنين مرنوا معنا في معالجة المياه السطحية في عملية الكوجوليشن. يوم حكينا بضيف الألم، بدي أذكرك فيها، يوم حكينا سابقا في السيرفس ووتر إحنا شو كنا نضيف؟ الألم، أيوة صح، فكنا نضيف في السيرفس ووتر ألم، أيوة، قلنا الألم بروح بترسب لحاله، صح، بترسب لحاله. أميت بترسب لحاله؟ طيب كان السؤال، بترسب لحاله عندما يتوافر من ايونات البايكربونات اللي هن ال HCO3-. البايكربونات لو توافرت عندي بكميات كويسة بتيجي بترسب الألم، ولكن لو كانت كميات قليلة حكينا لازم اروح اضيف ايش؟ ايوه لازم اضيف يا CaOH2 اللي هو اللايم، يا Na2CO3 اللي هو الصودا اش، تمام؟ فهذول الشغلتين او هذول المادتين فادني ترى في عملية التريتمنت للسيرفس ووتر. الان هم جايين كمواد رئيسية لازالة وللتخلص من ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم، تمام؟ ما في عندي الم هون، وانما الان في الجراوند ووتر انا بدي استخدم بس اللايم والصودا اش لازالة ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم، تمام؟ طيب هسه الان من نعرف انه ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم هذولا انا بدي افاعلهم مع مين؟ مع اللايم والصودا اش، يعني بس اضيف لايم وصودا اش بده يصير في عندي تفاعلات. طيب هاي التفاعلات اللي بتحصل كيف راح تصير وكيف يعني راح يتم ترسيب الكالسيوم والمغنيسيوم؟ لازم نفهمها بشكل كويس الان،
تمام؟ طيب قبل ما نفهمها في ملاحظتين مهمات. أول ملاحظة وهي إنه عندك الهاردنس، أيوة عندك أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم زي ما حكينا هذول بيعمل لك هاردنس أو بيعمل لك توتال هاردنس. هاي الهاردنس للمي في لها ليميت معين واللي هو الليميت اللي إحنا بنقدر نشرب المي أيوة عليه، أيوة الليميت لازم يكون على الأكبر يعني أكثر إشي أيوة 150 ميلي جرام على لتر as CaCO3 تمام؟ CaCO3 هاي كلها تجاي كوحدة واحد، وهسه الآن بنحكي ليش CaCO3 وشو قصته هذا CaCO3 تمام. طيب فإذا مبدئيا لازم تعرف إنه الهاردنس الليمت تاعها أعلى ليمت 150 ميلي جرام على لتر CaCO3 تمام. ويمكن أنت أخذت تجربة الهاردنس في المختبر، لو أخذت تجربة الهاردنس في المختبر إذا بتتذكر أعطوك زي جدول، أيوة هذا الجدول بتصنف المي فيه بناء على التوتال هاردنس، أيوة وحكى لك من ضمن الجدول إنه إذا كانت الهاردنس أقل من 50 ميلي جرام، إذا كانت الهاردنس أقل من 50 ميلي جرام على لتر CaCO3 فإن المياه تسمى مياه عذبة soft water تمام. أما إذا كانت من 50 إلى 150 أيوة فهون بنسميها moderately أيوة water، يعني مياه الهاردنس فيها متوسطة، وهذول الثنتين إحنا بنشربهم عادي تمام، أهم شيء تكون أقل من 150 زي ما حكينا. بس فوق ال 150 بتصير المي يعني أكبر من 150 بتصير المي عندي hard water أو very hard water تمام. أيوة بس يعني هاي معلومة حبيت أذكرها على السريع. المهم تفهمني إنه الحد المسموح بي يكون عندي هاردنس جوا المي أيوة لحد 150 ميلي جرام على لتر تمام. والان بنعرف كيف، بعد شوي ان شاء الله رح نعرف كيف نحسب الهاردنس بطريقه سهله وبسيطه. طيب نيجي الان نرجع لموضوع الكالسيوم والمغنيسيوم، كيف انا بدي ارسبهم، كيف بدي ارسبهم. طيب نيجي الان لازم نعرف قبل ما نرسبهم شغله مهمه، ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم مع ايش رايحين يرتبطوا؟ ما هم ايونات، ايوه عشان يتواجدوا بالشكل الايوني جوا المي لازم يكونوا يعني زي مركب تمام. ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم حكالك يا اما رايحين يرتبطوا مع الكربون تمام، يعني اشياء فيها كربون زي مثلا تلاقي CaHCO32 تمام. ايوه لاحظ انه الكالسيوم مرتبط مع الكربون او MgHCO3 2، فلاحظ هم مرتبطوا مع الكربون، وهذا الاشي شو منسميه وما يكونوا مرتبطين مع الكربون منسميه temporary hardness تمام، temporary hardness ماشي. فاذا ارتباطهم مع الكربون بسميهم temporary hardness، يعني بناء على هذا الكلام الهاردنس عندي فيه لها انواع، اول نوع هو temporary hardness يوم تكون ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم مرتبطات مع الكربون تمام. طب النوع الثاني ما تكونش مرتبطات مع الكربون، يعني مش مع كربون نحكي، مش مع كربون طيب يعني الكربون مش موجود عندي، فبتلاقي مثلا CaSO4 مثلا، بتلاقي MgSO4 ايوه. فهيك انت في هاي الحاله لاحظ انه CaSO4 MgSO4 مش موجود عند الكربون، فهذول شو بنسميهم؟ بنسميهم بيرمننت هاردنس تمام، بيرمننت هاردنس، وهذا هو النوع الثاني من انواع الهاردنس. اذا الهاردنس عندي نوعين، تقسم الى نوعين، التمبوراري هاردنس والبيرمننت هاردنس. التمبوراري هاردنس ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم فيها مرتبطات مع عنصر الكربون، البيرمننت هاردنس ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم فيها مش مرتبطات مع الكربون، وكل واحدة فيهم إلها طريقة للإزالة أو إلها سلسلة من التفاعلات لإزالتها وللتخلص منها ولترسيب الكالسيوم والمغنيسيوم. نبدأ بالتيمبوراري هاردنس. بقول لك بالتيمبوراري هاردنس أنت بس راح تستخدم كمادة كيميائية لترسيب الكالسيوم والمغنيسيوم، بس رايحين نستخدم اللايم اللي هو CaOH2. ولكن لو بدنا نيجي هسه للتفاعلات راح نشوف إنه مبدئيا بداية أيوة في عندي اللايم ما رح يتفاعل مباشرة مع CaHCO32 ولا رح يتفاعل مع MgHCO32 مباشرة. أول شيء اللايم بتفاعل مع إيش؟ مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في المي أيوة. لذلك أيوة فعليا بحكي لك إنه التفاعلات الكيميائية إلها أولويات تمام. فبالتالي يعني المادة الكيميائية قبل ما يعني عشان تتفاعل دائما تتفاعل يعني على أولويات محددة أيوة، إنه في إشي أولى من إشي بتتفاعل معه. فعلى سبيل المثال اللي هي مادة اللايم، مادة اللايم إذا شافت CO2 لازم تروح تتفاعل معه وتستهلكه لازم،
خلص ما بتحل عن السي او 2 غير تا يخلص كلياته من المي، بس يخلص من المي بتيجي بتروح تتفاعل لي ساعتها مع السي اي ار سي او 3 2 وبتتخلص من الكالسيوم، وبتتفاعل مع الام جي ار سي او 3 2 وبتتخلص من المغنيسيوم، تمام؟ طب الان خلينا نشوف نتيجه تفاعلها بدايه، واذا اول خطوه رايح تيجي تتفاعل اللايم السي اي او اتش 2 مع ثاني اكسيد الكربون وتخلص لي اياه من المي، بس تفاعلها مع ثاني اكسيد الكربون ما بينتج ماده مضره وانما بينتج للسي اي سي او 3 وهو الكلس، هذا الكلس اللي بتشوفه بالخزانات بيكون لونه ابيض، تمام؟ هو عباره عن ماده راسبه، تمام؟ رايحين نرسب كل المواد الراسبه اللي بتطلع معنا وين؟ في السيدمنتيشن تانك، تمام؟ طيب، فاذا بنتج سي اي سي او 3 طبعا زائد جزيء الماء، وجزيء الماء مش ضار اصلا احنا بدنا مي، ايوه، ولكن السي اي سي او 3 هو عباره عن راسب، فاذا تفاعل السي اي او اتش 2 مع السي او 2 مش مضر. فعليا هو بيكون لي راسب يعني ما في اي مشاكل، ولكن هو بيستهلك ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ طيب بعدين رايحين نشوف كيف راح نعوض ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ طيب المهم بدايه اللايم بدك تعرف يتفاعل مع السي او 2، وملاحظه مهمه التفاعلات اللي راح نحكيها هسه كلياتها انت مطالب بحفظها ومطالب بفهمها، وبتجيك اسئله بالامتحان كيف بتفاعل هذا وشو سلسله التفاعلات للتخلص مثلا من التمبوري هاردنس والى اخره، تمام؟ فركز معي كثير كويس. طيب إذا أول إشي تخلصنا إحنا أو ما تخلصنا إحنا فعليا، يعني اللايم عندي راح استهلك من راح استهلك للسي أو 2. طيب نيجي للنقطة الثانية، هون رايحين نبلش نشتغل، أيوة هون فعليا اللايم ببلش يشتغل عندي، أيوة اللايم شو رايح بالنقطة الثانية بالتفاعل الثاني؟ رايح يجي يتفاعل مع الكالسيوم باي كربونيت، يعني السي اي اتش سي أو 3 2، تمام؟ هون في هاي الحالة رايح أنا أجي أتخلص من التمبوراري هاردنس. ليش تمبوراري هاردنس؟ لأنه والله الكالسيوم هيو مرتبط مع كربون، تمام؟ مدام الكالسيوم مرتبط مع كربونات، أيوة معناته هاي اسمها تمبوراري هاردنس، فأنا هون قاعد بتخلص من التمبوراري هاردنس، واللي حكيت لك عشان أتخلص منها أنا بس بحتاج اللايم، ما راح أحتاج الصودا أش، بس لايم، تمام؟ طيب فلذلك ضفت أنا من السي على السي اي اتش سي او 3 2 ضفت له لايم، شو اعطاني؟ اعطاني السي اي سي او 3 وهو راسب. ملاحظه على السريع مهمه لازم تفهم بشكل كويس، السي اي ايون الكالسيوم عشان يترسب بده سي او 3 جنبه، تمام؟ يعني لازم السي اي يلاقي سي او 3 يجي يرتبط معاها يكون لي سي اي سي او 3 هيك بترسب وبيكون لي ماده الكلس، تمام؟ طيب اتفقنا. فبالتالي لاحظ السي اي اتش سي او 3 2 هذا، ايوه انا فاعلته مع ايش؟ مع سي اي او اتش 2. طب ليش فاعلته مع سي اي او اتش 2؟ لاحظ السي اي او اتش 2 ترى ما في سي او 3، يعني التركيب اللايم او صيغه اللايم ما فيها سي او 3، ايوه. طب وين السي او 3؟ هيو السي او 3 موجود هون اصلا، تمام؟ ايوه، ولكن في بيناتهم ايش؟ هيدروجين، فانا بدي اشيل الهيدروجين، عشان اشيل الهيدروجين رحت زدت سي اي او اتش 2، وبالتالي تكون عندي في عندي هاي سي اي وهاي سي اي، ثنتين سي اي وعندي ثنتين سي او 3، تكون عندي اثنين سي اي سي او 3 وتكون عندي جزيئين ماء، تمام؟ فهمت الفكره؟ فبالتالي انا كونت السي اي سي او 3 نتيجه اضافه اللايم، واللايم شو عمل؟ سحب لي الهيدروجيناي هاي، سحب لي اياها وكون مي وخلاه يتكون عندي السي اي سي او 3 وقدرت ارسبه، قدرت ارسب يعني ايون الكالسيوم هون، تمام؟ إذا تخلصنا هيك من أيون الكالسيوم عن طريق ترسيبه، ولترسيب أيون الكالسيوم لازم أنا أكون السي اي سي او 3، اتفقنا؟ طيب اتفقنا. نيجي هسه للنقطة الثالثة واللي هي ترسيب المغنيسيوم في حالة التمبوراري هاردنس. لاحظ المغنيسيوم هيو معاه اتش سي او 3 2، ولكن بقول لك لترسيب المغنيسيوم سنحتاج إلى 2 مول من السي اي او اتش 2، يعني الواحد ام جي اتش سي او 3 2 بده ثنتين سي اي او اتش 2 مش واحدة، تمام؟ طيب اول وحدة شو رايح تعمل؟ اول وحدة بيجي الام جي اتش سي او 3 2 بتفاعل لي مع اول سي اي او اتش 2 بكون لي سي اي سي او 3، مو هاي عندي سي اي وعندي هون سي او 3، فبكون سي اي سي او 3 راسب زائد ام جي سي او 3 زائد 2 اتش 2 او، والام جي سي او 3 ليس راسبا، لعاد شو اللي برسب الام جي؟ الام جي بحكي لك عشان يترسب يجب ان يتواجد بصيغة الام جي او اتش 2،
يعني لازم أنا ألاقي هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدروكسيد المغنيسيوم هو الراسب وليس كربونات المغنيسيوم. يعني الـ MgCO3 ليس راسباً، أنا لسه ما وصلت لصيغة الـ MgOH2. وبناء على هذا الكلام إجا قال لك مرة ثانية ضيف على الـ MgCO3 ضيف لها CaOH2. هذا الإشي شو راح يعطيك؟ هذا التفاعل اللي هون قال لك رايح يعطيك CaCO3 ثانية زائد MgOH2 اللي انت بدك اياها، وهي هيك رسبت المغنيسيوم ورسبت الكالسيوم. طبعا طب من وين اجى الكالسيوم؟ الكالسيوم هيو هو موجود اصلا في صيغة اللايم. ايوه، فالكالسيوم اللي باللايم انت لازم تتخلص منه كمان. ايوه، فانا تخلصت من الكالسيوم، تخلصت من المغنيسيوم وبس، وهيك انا بكون تخلصت من التمبوراري هاردنس. وطبعا الصيغة النهائية، يعني لو اجيت انت حكيت انه انا عندي MgHCO32 زائد، احكي هون 2 CaC او عفوا OH2، ايوه 2 مول من اللايم ضيف لها ضيفه على MgHCO32، هذا الاشي رايح يعطيك هاي الصيغه النهائيه اللي بتقدر تحفظها، او بتقدر تحفظها ذول المعادلتين. طبعا كيف جابوا هاي الصيغه النهائيه؟ جمعوا المعادلتين، جمعوهم جمع، تمام؟ فاجمع المعادلتين. طبعا لو جمعت المعادلتين ايوه راح تلاحظ انه ايش، مثلا هاي الام جي سي او 3 جاي هون بالنواتج وهون جاي بالمتفاعلات، فبطيرهم مع بعض، تمام؟ ايوه باختصر مثلا السي اي او اتش 2 والسي او اتش 2 بالمتفاعلات، والمتفاعلات بعطينك 2 مول، تمام؟ طيب مثلا عندك فكره انه السي او سي اي سي او 3 سي اي سي او 3 هذول بالنواتج اعطاني 2 مول من السي اي سي او 3. طيب الام جي او اتش 2 وحده، والاتش 2 او عندك جزيئين ماء، تمام؟ وهذا الاشي اعطاك هاي النتيجه النهائيه اليوم، تمام؟ طبعا هنا وهيك انت بتكون يعني حصلت على النتيجه النهائيه، وهذا هو التفاعل النهائي، تمام؟ يعني اللي هو هي هنا هو كاتبه، تمام؟ ولكن يعني هو مش واضح كثير، اتمنى يكون واضح. خليني اوضح لك اياه هنا على السريع، بس يعني اظلل لك اياه احسن عشان تشوفه، تمام؟ فهذا هو التفاعل وهي الصيغه النهائيه، تمام؟ فاذا احنا هيك بنكون خلصنا او خلصنا من الام جي اتش سي او 3، خلصنا من الكالسيوم والمغنيسيوم في حاله تمبوراري هاردنس، بس استخدمنا اللايم ما استخدمنا شيء ثاني. ايوه بالنسبه للكالسيوم انا عشان اتخلص منه بدي لايم واحده بس، بالنسبه للمغنيسيوم بدي ثنتين لايم. اول لايم بتكون لي والله سي اي سي او 3 ام جي سي او 3، والام جي سي او 3 ليس راسبا عشان يترسب، برد بضيف له لايم وبيجي بعطيني الام جي او اتش 2 اللي هو هيدروكسيد المغنيسيوم والذي يعتبر راسب، تمام؟ اتفقنا؟ هيك احنا خلصنا من التمبوراري هاردنس. بحكي لك هسه في المختبرات فعليا ما بروحوا بجيبوا لايم وبضيفوا على المي او على الجراوند ووتر عشان يتخلصوا من الكالسيوم والمغنيسيوم، ايوه في حاله تمبوراري هاردنس. لعد شو بيعملوا بالمختبرات؟ بالمختبرات بقوم بغليان المي، بغلوها. المي بقول لك يوم تغليها انت راح تتخلص من التمبوراري هاردنس، ايوه لانه بحكي لك السي اي اتش سي او 32 بس تعملها بويلنج، ايوه راح يتكون عندك السي اي سي او 3، يعني راح يتكون عندك الكلس، فالكلس يوم تغلي المي التمبوراري هاردنس ايوه رايح تتخلص منها عن طريق تكوين الكلس واللي هو راح يعتبر ماده راسبه، تمام؟ ايوه فاذا لازم نفهم شغله ثانيه وملاحظه مهمه، انه البويلنج ايضا يساهم في التخلص من التمبوراري هاردنس. ولكن السؤال، هل انا بالتريتمنت بالمحطه معالجه المي ايوه بقدر اجي اعمل غليان لتانك كبير 10 متر مكعب؟ ما بقدر، يعني بده طاقه حراريه هائله حتى يصير يغلي، تمام؟ لذلك احنا بنضيف المواد الكيميائيه، ماشي؟ فلذلك احنا بنضيف المواد الكيميائيه اسهل لنا من انه والله نغلي المي ونتخلص من التمبوراري هاردنس يعني لخزان ابصر قديش كبره، تمام؟ فلذلك انت بكل بساطه بالمختبر احنا بنستخدم البويلنج، ايوه لانه بكون عندك مثلا عينه صغيره من المي فبتقدر تغليها، اما بالنسبه للتريتمنت احنا شو بنستخدم؟ اللايم، تمام؟ فهنا وجب ذكر هاي الملاحظه انه ايضا البويلنج يساهم في ازاله التمبوراري هاردنس، فالتمبوراري هاردنس انا بشيلها عن طريق شغلتين، يا اما بضيف لايم، اذا الخيار الاول ضيف لايم السي اي او اتش 2 او اعمل بويلنج، تمام؟ فهن شغلتين اللي بشيلين لك التمبوراري هاردنس. طب نيجي الان للبيرمننت هاردنس. بيرمننت هاردنس هنا ما في عندي اصلا كربون، كيف بدي اتخلص منه؟ كيف بدي اتخلص من ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم في حاله البيرمننت هاردنس؟ في حاله البيرمننت هاردنس او بسموها نون كربونيت هاردنس، على فكره التمبوراري هاردنس بسموها كربونيت هاردنس لانها فيها كربون، والنون كربونيت هاردنس بسموها بيرمننت هاردنس، تمام؟ لانه ما فيها كربون. طيب
في هاي الحالة أنت راح تحتاج للصودا أش. ففي حالة النون كربونيت هاردنس أو البيرمانين هاردنس إحنا رايحين نحتاج للثنتين، للصودا أش رايحين نحتاج لللايم، فرايحين نحتاج لللايم رايحين نحتاج للصودا أش. تعال نشوف الصودا أش شو راح يشتغل. الصودا أش هون عندي مهم جدا اللي هو Na2CO3، تمام؟ طيب مهم جدا جدا، حيث انه هو المسؤول عن ايجاد اصلا CO3 اللي راح يرسب الكالسيوم. على سبيل المثال او هاي التفاعلات اللي لازم تحفظها تعال نشوفها. قال لك الكالسيوم لو كان مرتبط مع الاس او 4، طيب الكالسيوم بصيغته هاي مع الاس او 4 ما في عنده كربون، ما في عنده CO3، من وين بدي اجيبها؟ لو بدي اروح اضيف له لايم، اللايم ما في عنده اصلا CO3، فانا هنا هيك ما راح اقدر ارسب الكالسيوم. طب مين الاشي اللي عنده CO3؟ اللي هو الصودا اش، حيث انه الصودا اش فيه بصيغته الكيميائيه CO3 Na2CO3، وبالتالي هاي CO3 هي اللي راح ترتبط مع CA وتكون لي CaCO3 راسب، وتكون لي Na2SO4 واللي هو هذا الاشي يعني مركب ستيبل ما بيعمل لي اي مشاكل، تمام؟ فاذا انا عشان ارسب الكالسيوم هنا في هاي الحاله، في حاله النون كربونيت هاردنس او البيرمانينت هاردنس، انا بضيف له دائما صودا اش. دائما الكالسيوم بتضيف له صودا اش، لانه الكالسيوم عشان يترسب بده كربونات، بده CO3. طب والCO3 مش موجود غير عند الصودا اش بس، يعني مين اللي عنده صودا اش؟ بس بس الـ Na2CO3 بس. فبالتالي انت عشان تجيب CO3 لازم تضيف الـ Na2CO3. بنفع اضيف لايم؟ ما بنفع، لانك هيك لو ضفته ما راح تستفيد، ما راح تستفيد غير وجع الراس بس. ايوه، فلذلك في حالة البيرمانينت هاردنس برد بعيدها، دائما بس تشوف كالسيوم روح ضيف له Na2CO3 عشان تقدر ترسبه وتكون CO3، تمام؟ طيب تمام. طب بالنسبة للمغنيسيوم، المغنيسيوم ترى لازم احنا ايش نكون MgOH2. المغنيسيوم شو بده؟ بده هيدروكسايد. المغنيسيوم ما بده كربونات، بده هيدروكسايد، والهيدروكسايد بس موجود وين؟ عند اللايم. لذلك الـ MgSO4 بالتفاعل البعدي قال لك انا ما راح اضيف له Na2CO3، لانه ما في يعني Na2CO3 ما فيه OH. الـ OH وين موجود؟ بس باللايم عند الـ CaOH2، تمام؟ ولذلك انت في هاي الحال MgSO4 بتضيف له CaOH2 مباشرة. ففي حالة البيرمننت المغنيسيوم زدت له لايم، الكالسيوم اعطيه ايش؟ صودا اش عشان يترسب. يعني بحاله البيرمننت يعني كثير حفظ هنا الموضوع، تمام؟ فلذلك المغنيسيوم اعطيه CaOH2. ايوه ليش؟ لانه المغنيسيوم عشان يترسب لازم يكون لي MgOH2 هيدروكسيد مغنيسيوم. طيب الكالسيوم عشان ارسبه اعطيه صودا اش. ليش صودا اش؟ لانه الكالسيوم بده كربونات، تمام؟ يعني بتقدر تحفظها هنا في هاي الحالة. يعني لاحظ انه الموضوع حفظ الفهم، تمام؟ ويعني لو فهمتها راح تحفظها بكل سهولة. طيب فلذلك لاحظ نتيجة التفاعل شو كانت؟ MgOH2 قدرنا نرسب المغنيسيوم وخلصنا منه. بس شو كون لي؟ كون لي CaSO4. طب هذا CaSO4 ما هو كالسيوم فيه، مش راسب. هذا عشان يترسب لازم ايش يكون؟ CaCO3. شو بعمل؟ ضيف للCaSO4 ايش؟ Na2CO3. ضيف له صودا اش، ضيف له صودا اش، وفي هاي الحال لو ضفت له صودا اش رايح يكون لك CaCO3 مرة أخرى، كون لك الـ Na2SO4، تمام؟ لاحظ بالتفاعلين النتيجة النهائية كانت Na2SO4 Na2SO4، وهي مادة ما بتسبب لي أي مشاكل، تمام؟ فلذلك في حالة الـ Permanent Hardness مهم تعرف الكالسيوم لازم أضيف له صودا اش عشان أتخلص منه ويكون لي CaCO3، وبالنسبة للمغنيسيوم لازم أضيف له إيش؟ CaOH2 اللي هو اللايم عشان أتخلص من المغنيسيوم وكون MgOH2، تمام؟ وهذا الإشي نتيجة فهمك إنه المغنيسيوم عشان يترسب مرة أخرى، نيجي نكتبها هون، الـ Mg عشان يترسب لازم يكون على شكل MgOH2، وبالنسبة للـ Ca عشان يترسب لازم يكون على شكل CaCO3، تمام؟ هيك انت بترسبهم، غير هذول الشكلين ما راح يترسبوا. فيعني انت روح ضفت لي مادة اخرى ثانية ما طلعت لك هذا الناتج، انت ما راح ترسبهم، ما راح تستفيد، تمام؟ طيب تمام، اتفقنا. هيك احنا بنكون عرفنا شو هي التفاعلات اللي رايح من خلالها انا اتخلص من التمبوراري هاردنس. التفاعلات هاي اللي فوق هيك تمبوراري، والتفاعلين هذول الثلاثة اللي تحت هذول بيرمننت هاردنس او نون كربونيت هاردنس. طيب الان السؤال اللي بطرح نفسه، كيف نقيس التوتال هاردنس؟
التوتال هاردنس كيف نقيسه؟ تعال هون نفتح بيج جديده عشان نعرف كيف نقيسه. سهل الموضوع. هسه التوتال هاردنس هي فعليا شو بتساوي؟ بتساوي تركيز الكالسيوم، يعني هي كونسنتريشن للكالسيوم زائد تركيز ايونات المغنيسيوم. ولكن هل هذا هيك منطقي؟ بقول لك لا، مش منطقي هيك. ايوه، لانه انت هون يوم تيجي تحكي عن كالسيوم انت قاعد بتحكي ملي جرام على لتر، تركيزه مثلا بالملي جرام على لتر، بس هذا ايش؟ كالسيوم. طيب وهذا ملي جرام على لتر، بس هذا مغنيسيوم. يعني بجوز تيجي تقول لي والله هذا 10 مثلا ملي جرام على لتر كالسيوم، وهاي 5 ملي جرام على لتر مغنيسيوم. تيجي تقول 10 زائد 5 والله بيساوي 15. طب 15 ايش؟ 15 ملي جرام على لتر كالسيوم ولا مغنيسيوم؟ انت مش موحد الوحدات هون، فلذلك يجب توحيد الوحدات. عشان اقرب لك الصوره مره اخرى، لو جيت قلت لك مثلا ايوه انت عندك مثلا 2 كيلو برتقال، ايوه، و3 كيلو تفاح. طيب انت هل بجوز تيجي تحكي لي انا معي 5 كيلو؟ طب 5 كيلو ايش؟ 5 كيلو برتقال ولا تفاح؟ ايوه، فانت هون ممكن تيجي تحكي لي ايش؟ 5 كيلو فواكه، تمام؟ طب 5 كيلو فواكه مفهومه، انت وحدت الوحدات لانه الاثنين والله يعتبروا من الفاكهه، تمام؟ فلذلك انت هون لازم توحد الوحده بين الكالسيوم والمغنيسيوم. يعني ما بصير والله 1 ملي جرام على لتر كالسيوم تيجي تجمع لها مثلا ملي جرام على لتر مغنيسيوم، ما بيجوز هذا الكلام، لازم توحد الوحدات. لذلك هون دخلنا موضوع السي اي سي او 3، فصارت وحده التوتال هاردنس ملي جرام على لتر از CaCO3، يعني بالنسبة للـ CaCO3. طيب كيف بدي أنسب هذول الاثنين للـ CaCO3؟ قال لك بكل بساطة بتيجي بتضرب التركيز الـ CA في إيش؟ تضربه بالإكويفلنت، أيوة، بالإكويفلنت اللي هو الإكويفلنت كونسنتريشن أو الإكويفلنت يعني ويت، هيو حكى لك إياه، الإكويفلنت ويت للـ CaCO3، أيوة الإكويفلنت ويت للـ CaCO3 على الإكويفلنت ويت لمين؟ للـ CA، تمام؟ هيك انت والله بتكون تخلصت شطبت السي اي مع السي اي وطلعت ايش؟ بوحده الايكوفلنت ويت للسي اي سي او 3. زائد نفس الشيء المغنيسيوم، المغنيسيوم تركيز المغنيسيوم بتطلعه وبتضربه بالايكوفلنت ويت للسي اي سي او 3، دائما السي اي سي او 3 بالبسط على الايكوفلنت ويت لمين؟ للمغنيسيوم. طبعا الايكوفلنت ويت احنا كيف كنا نطلعه سابقا؟ الايكوفلنت ويت بيساوي المولكيولر ويت على التشارج، المولكيولر ويت على التشارج. وبناء على هذا الكلام، ما هو انت كل اللي عندك ثلاث ذرات ثابتات CaCO3 CA والMg، طيب طلع الايكوفلنت ويت لكل واحد فيهم وخلينا نعوضهم عشان بس بالاسئله تيجي انت تعوض تركيز الكالسيوم تركيز المغنيسيوم بس، تمام؟ طيب لو طلعت الايكوفلنت ويت لا CaCO3 راح تلاقي انه التشارج له، حلله للCaCO3 بتحليله التشارج له شو بتطلع؟ ما هو عباره عن Ca بلس 2 زائد CO3 ماينس 2، فالتشارج له 2 والموليكولار ويت للCaCO3 هي 100، يعني 100 على 2 قديش راح يعطيك؟ 50، تمام؟ طيب وعندنا الايكوفلنت ويت للCa هسه الان، equivalent weight للCA شو بتساوي؟ CA قال لك المولكيولر ويت له هي 40 والتشارج له 2، فبتيجي بتحكي لي والله 20. طب اخر شيء الايكوفلنت ويت لمين؟ للام جي، قال لك المولكيولر ويت له 24 على 2 التشارج له، كم راح يعطيك؟ 12. فبتقدر تيجي تعوض هاي الارقام ويصير عندك القانون انه التوتال هاردنس رمزها تي اتش، هيك برمزوا لها التوتال هاردنس، ايش بتساوي؟ تركيز الكالسيوم ضرب الايكوفلنت ويت للسي اس او 3 اللي هي 50، 50 على الايكوفلنت ويت لمين؟ للسي اي اللي هي 20 زائد تركيز المغنيسيوم في الايكوفلنت ويت اللي هي 50 للسي اي سي او 3 على الايكوفلنت ويت المغنيسيوم اللي هي 12، زيك. فهذول الارقام ثابته بتقدر تحفظهم بكل بساطه، ايوه، يعني لو بدك تحفظهم لانه القانون يمكن من امتحان يجيك بهذا الشكل، تمام؟ يجيك بهذا الشكل، يعني قانون بدون يعني ما يجي يعطيك هاي الارقام اللي هن 50 على 20 و50 على 12. فبتقدر تحفظ ال 50 على 20 بضربها بالسي اي، 50 على 12 بضربها بالام جي وخلصنا، وبجمعهم مع بعض، تمام؟ طب نيجي ناخذ مثال على هذا الموضوع علشان نطلع التوتال هاردنس، ايوه، وهيك بننهي موضوع السوفتننج. بحكي لك والله اسامبل اوف جراوند ووتر، عندي عينه من الجراوند ووتر فيها 100 ملي جرام على لتر كالسيوم و10 ملي جرام على لتر مغنيسيوم. قال لك اكسبريس its hardness in units of milli equivalent على اللتر والملي جرام على اللتر CaCO3. فاذا انت هون فعليا بدك تيجي تطلع الهاردنس بوحدتين،
يعني مرة بوحدة ميلي جرام على لتر اس سي اس او 3، مرة الثانية ميلي ايكوفلنت على لتر. اللي بتذكر الميلي ايكوفلنت على لتر شو حكينا عنها؟ ميلي ايكوفلنت على لتر هي عبارة عن ميلي جرام على لتر على الايكوفلنت ويت، بس الايكوفلنت ويت لمين؟ للسي اس او 3 هون، تمام؟ يعني هون الايكوفلنت ويت للسي اس او 3 ماشي، فراح تصير ميلي جرام على لتر واقسمها على 50 لانه الايكوفلنت ويت للسي اس او 3 هو 50، تمام؟ فخلينا نيجي نطلعها اول شيء بالميلي جرام على لتر، كونه هو معطيني التراكيز بوحده الميلي جرام على لتر، بعدين باجي بقسمها على 50 وبطلع الميلي ايكوفلنت على لتر. اتفقنا؟ طيب اتفقنا. اذا الموضوع سهل هون، يعني الموضوع اشبه بالحفظ لانه الارقام ما في تلاعب فيهن. خلص التوتال هاردنس فيه وش غير كالسيوم وسي اس او 3 والام جي، تمام؟ واحفظ هاي الارقام وطبقها بالامتحان بتجيب علامه السؤال كامله باذن الله. طيب فاذا نيجي نعوض مباشره التوتال هاردنس في هذا السؤال ايش بتساوي؟ قال لك تركيز الكالسيوم 100، فباجي بحكي له 100 في 50 على 20 حكينا الكالسيوم بضربه، زائد المغنيسيوم 10 ضرب 50 على 12، تمام؟ انتبه انه هاي ميلي جرام على لتر وهاي ميلي جرام على لتر عشان تطلع معك الوحده بالميلي جرام على لتر اس سي اس او 3. كم طلعت معاهم والله؟ طلعت هون 291، اذا طلعت 291 ميلي جرام على لتر اس سي اس او 3. طيب هاي بالميلي جرام على لتر، طلع لي اياها بالميلي ايكوفلنت، الميلي ايكوفلنت على لتر بتيجي تحكي ال 291 اقسمها على 50. هيك بتطلع معك بوحدة الملي إكوفلنت على لتر، وكم طلعت معهم؟ هم 5.8، فهون بتطلع 5.8، تمام؟ فهيك احنا بنكون عرفنا كيف نطلع التوتال هاردنس، فهمنا موضوع السوفتنينج هو التخلص من التوتال هاردنس في هاي العملية. بس بتخلص من التوتال هاردنس عشان اتخلص منها بحول الكالسيوم السي اي لسي اي سي او 3، ايوه، وبحول المغنيسيوم لام جي او اش 2، وفي عندي يعني نوعين من الهاردنس، ايوه، في عندي التمبوراري هاردنس عشان اتخلص منها يا بالبويلينج يا بضيف لايم، وبالتريتمنت انا بضيف لايم، ايوه. وبالنسبه للبيرمننت هاردنس انا بستخدم اللايم والصودا اش، الصودا اش كنت استخدمه بالبيرمننت مع الكالسيوم عشان اتخلص منه، واللايم كنت استخدمه مع المغنيسيوم عشان اتخلص منه، وهيك انا بكون فهمت كيف الهاردنس احنا بنتخلص منها، كيف ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم انا بقدر اتخلص منهم، ايوه، في عمليه السوفتنينج، ايوه، داخل عمليات معالجه الجراوند ووتر. فاذا احنا هيك بنكون غطينا اول عمليتين، ايوه، العمليه الاولى اللي حكينا عنهم لو نرجع لمخططنا الايريشن، فهمنا كيف اتخلص من ايونات الحديد. النقطه الثانيه كانت انه اتخلص من السي اي والام جي اللايم والصودا اش، وفي نوت مهمه، اللايم والصودا اش ايضا بيساعدوني بالتخلص من شويه ايونات حديد، يعني لو ايونات الحديد يعني بالايريشن ما تخلصتش منها بشكل كبير، اللايم والصودا اش بيساعدني شوي اني اتخلص من الحديد، مش كثير، تمام؟ ايضا اللايم والصودا اش بقول لك نتيجه انه انت بتكون الكلس، الكلس لانه ماده صلبه ممكن تلزق عليه شويه بكتيريا، صح؟ يعني تيجي بكتيريا على الكلس، والكلس هذا انت بدك ترسبه لاحقا في عمليه السيدمنتيشن، ايوه، فانت في عمليه السيدمنتيشن كونك ترسب الكلس، ايوه، وعليه بكتيريا، فانت ممكن تتخلص من شويه بكتيريا، تمام؟ اتمنى تكون وضحت الفكره، فهي ملاحظه حبيت احكيها، تمام؟ طيب بالنسبه لعمليه السيدمنتيشن حكيناها وين؟ بالسيرفيس ووتر، ما راح نيجي نعيدها هون. طيب نيجي الان للعمليه الاخيره واللي هي عمليه الريكاربونيشن. عمليه الريكاربونيشن الان بحكي لك انت بعد ما ضفت اللايم شو اللي صار عندك في المي؟ اللايم على ايش بيحتوي؟ يعني لو بدنا نيجي هسه نشوف، اللايم هو عباره عن CaOH2. طيب هذا في OH، ال OH ايش بيعمل؟ راح يعمل على زياده القاعديه، تمام؟ يعني معنى هذا الكلام ال pH عندي رايح يرتفع، يعني pH المي ممكن تلاقيه 9، ممكن تلاقيه 10، 9.5، تمام؟ ف pH المي ما دامه عالي في عندي مشكله. ما هو pH المي الرينج تاعه لازم يكون من 6.5 إلى 8 عشان أحكي هاي المي مقبولة. طيب هو فوق الثمانية، يعني هو 9 أو 10 نتيجة إضافة اللايم، أيوة. طيب أنا هون في هاي الحالة لازم أعمل adjustment لل pH، لازم أرجع ال pH للرينج تاعه من 6.5 لل 8. ولذلك أول ملاحظة لازم تفهمها إنه أنت إحنا ماشي رح نرجع ال pH هون، ولكن هاي العملية تتم بعد عملية اللايم تريتمنت، يعني بعد عملية السوفتنينج، ما بصير تعمل ريكاربوريشن قبل السوفتنينج، والسبب هسه رح تشوفه خلال الشرح. طيب فاذا احنا بدنا نعمل هسه الان في عمليه الريكاربوريشن عمليه ادجستمنت للبي اتش، ايوه، بدي اقلل البي اتش. طيب عشان اقلل البي اتش المفروض اتخلص من مين؟ من اللايم اللي انا ضفته، صح؟ طيب عشان اتخلص من اللايم احنا حكينا اللايم بيتفاعل مع ايش؟ ايوه،
بتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون، صح؟ طيب أنا ما في عندي ثاني أكسيد الكربون في المي عشان أتفاعل معه أونلاين، أيوة، ويختفي واستهلكه، نضيف ثاني أكسيد الكربون، لذلك سموها ريكربونيشن، يعني هي عملية إعادة كربونة المي. أنت بتضيف لها قاعد ثاني أكسيد الكربون، بضيف لها كربون، فبالتالي قال لك بإضافة ثاني أكسيد الكربون إيش اللي راح يصير؟ راح يصير شغلتين كويسات. أيوة، أول شغلة CO2 رايح يروح يتفاعل مع CaOH2 ويتخلصني منه، يستهلك لي مين؟ اللايم. لو استهلك اللايم رايح يقل البي اتش، تمام؟ إذا هاي العملية رايح تؤدي إلى نقصان البي اتش، تمام؟ فإذا رايح تؤدي إلى نقصان البي اتش، ورايح يكون لي طبعا CaCO3 وهو راسب زائد H2O، وهيك أنا بكون اتخلص من اللايم المسبب لزيادة البي اتش. زائد CO2 شو بيعمل؟ بيعمل شغلة كويسة كمان. لو كان أنا عندي CaCO3 أنا ما تخلصت منه في عملية السيدمنتيشن، يعني في عندي شوية CaCO3 والله ما ترسبن، اجن وين؟ عملية الريكربونيشن. قال لك CaCO3 بروح بتفاعل مع CO2 وجزيء الماء وبتحول لمادة أيونية، بصير CaHCO3 2، تمام؟ أيوة، وهيك أنا بكون تخلصت من CaCO3 كمادة صلبة، لأنه أنا ما بدي إياه كمادة صلبة، يعني أنا خلص ماشي تخلصت منه وقللت الهاردنس بمقدار كبير. أيوة، يعني الهاردنس مثلا صارت 70 مثلا ميلي جرام على لتر CaCO3 مثلا. أيوة، طيب هون الهاردنس في هاي الحالة والله 70، معناته كويس، هي أقل من 150، أقل من الرينج عندي، صح ولا لا؟ أو أقل من الليمت. طيب هسه هون في هاي العملية يوم أنا يكون عندي CaCO3 مفروض أنا أتخلص منه، طب كيف ما في عندي سيدمنتيشن هون؟ فقال لك إيش؟ الكربون، ثاني أكسيد الكربون راح يجي يتفاعل معه ويكون لك CaCO3 2، ولكن طلع فكرة CaCO3 2، أيوة، هون في هاي الحالة هذا ما هو بيزود الهاردنس، صح؟ مش في كالسيوم، معناته الهاردنس راح تزيد. ايوه، هسه انت شو ممكن تسال؟ كنت تقول طيب ما هو انا تخلصت من الهاردنس عشان ارجع ازودها، بحكي لك هون انت ما راح ترجع تزودها بمقدار كبير، يعني هو راح تزودها 2-3 بس، يعني والله اذا كانت 70 صارت 75، وين المشكله؟ ما هي بعدها اقل من الليمت، تمام؟ يا سيدي صارت 100، بعدها اقل من الليمت، فبالتالي انت هون ما عملت اي مشاكل، وانما انت هون اصلا حليت مشكله CaCO3 انه انت ما بدك اياه يكون موجود كماده صلبه، لانه وجوده كماده صلبه بيسبب لك مشكله في الانابيب. ايوه، شو هي المشكله؟ بصير عندك مواد راسبه في الانابيب اللي بتنقل المي عندك، وبالتالي ممكن تسكر هاي الانابيب، وهذا الاشي وين محكي؟ هون، تمام؟ ايوه، حيث حكى لك عن شغلتين اساسيات، مشكله البي اتش العاليه ممكن تعمل تاكل للانابيب، لانه المي قاعديه، ايوه، عندك انابيب انت، فبصير لها تاكل، هاي الانابيب راح تتاكل بسبب قاعديه المي، لو بدك تنقل فيها اشي قاعدي. زائد النقطه الثانيه بالنسبه للCaCO3، ايوه، قال لك ممكن يترسب، ايوه، ويسبب طبعا ايش؟ انه ممكن يترسب ويسبب انه تتسكر الانابيب عندك، تمام؟ ايوه، ولذلك احنا هون CaCO3 اللي جاي من عمليه السيدمنتيشن ما ترسب، يعني كله ممكن في اجزاء بسيطه، يعني نسبه 2-3% طلعت من عمليه السيدمنتيشن، ايوه، فبالتالي انت بدك تتخلص منها، تحولها لماده ايونيه، ايوه، وذلك عن طريق عمليه الريكربونيشن باضافه CO2. فالCO2 له فائدتين، بقلل البي اتش للمي وبتخلص من CaCO3 موجود عندي، تمام؟ وهيك انا بحافظ على الانابيب من التاكل ومن انها تسكر، تمام؟ اتمنى تكون وصلت الفكره، وهي بس عمليه الريكربونيشن هدفها انك تعمل ري ادجست للووتر بي اتش، تمام؟ طبعا والبي اتش للمي ارتفع نتيجه اضافه اللايم، عمل لي على رفع البي اتش للمي. وهيك بقول لك هون مثلا بحكي لك الان اخر اشي، طبعا بعد ما كملنا عمليه الريكربونيشن، ايوه، واضفنا الكربون، لو رجعنا للمخطط احنا بكون ضايل علينا ايش؟ عمليتين، وهن الفلتريشن، ايوه، المخطط عندي بعد الريكربونيشن في عندي عمليه الفلتريشن زي ما حكينا والديسنفكشن، ايوه، الريكربونيشن انهيناها وفهمنا انه انا من خلالها بعمل ري ادجست للبي اتش وبتخلص ايضا من CaCO3 عشان ما يسكر الانابيب عندي. ايوه، الان باجي لعمليه الفلتريشن والديسنفكشن، وهذول عمليتين شرحناها سابقا في بارت 8 بي، ايوه، شرحناهم بالتفاصيل، وهم نفسهم اللي بالسيرفيس ووتر موجودين بالجراوند ووتر، حيث عمليه الفلتريشن راح تتخلص من شويه المواد الصلبه اللي ما قدرت تتخلص منها، ايوه، يعني لو انا مثلا ضايل عندي شويه سسبندد سوليد، ضايل عندي شويه كلس، ما هو الكلس ماده صلبه، ايوه، ضايل عندي شويه ام جي او اتش 2 انا مش متخلص منهم، بيجي الفلتريشن والله بتخلص لي منهم، لان هم دول عباره عن سوليد، بتخلص لي منهم الفلتريشن، بتخلص ايضا الفلتريشن من الديسولفد ايونز اللي ظلت،
ايوه لو ضايل عندي ديسولفد ايونز مثلا زي المنغنيز مثلا ما جبنا سيره المنغنيز، مثلا شويه ايرون عندي شويه حديد ما جبنا، يعني الايرون مثلا ما تخلصت منه بشكل كافي، راح يتخلص منه الفلتريشن ايضا، لانه الفلتريشن بيعمل لي بيعمل عن طريق السوربشن على التخلص من الديسولفد ايونز، وهذا الشيء حكيناه سابقا. بعد عمليه الفلتريشن ايوه انا بروح على الديسنفكتنت، عمليه التعقيم بتخلص من الاشياء التوكسيك، بتخلص من البكتيريا، وهيك بودي المي انها تكون معالجه ونقيه وصالحه للاستخدام. وهيك احنا بنكون انهينا موضوع الجراوند ووتر تريتمنت، شرحنا عن ثلاث عمليات مختلفات بس عن السيرفيس ووتر، هن الايريشن بتخلص فيها من الحديد، السوفتنينج بتخلص من الهاردنس، والعمليه الاخيره الريكربونيشن يعمل ايش ري ادجست للبي اتش عندي. نوت أخيرة على الريكربونيشن، أحيانا بحكي لك يعني ممكن أحيانا يضيفوا HCl، يعني ممكن في أسئلة يجي فيها إضافة HCl. ال HCl يعني برضو كونه حمض أيوة رح يعادل القاعدية تاعت المي، يعني أنت تضيف حمض لإعادة لتعديل القاعدية تاعت المي، يعني البي اتش عالي فضيف شوية حمض ايوه بيعادل لك القاعديه تاعت المي، وبرجع البي اتش من بالرينج تاعه من 6.5 ل 8. فيعني ممكن نضيف حمض زي الاتش سي ال يعني عادي، يعني ممكن يستخدموها، ولكن افضل شيء والبيست الترناتيف عندي هو السي او 2، يعني نضيف سي او 2 عشان تتخلص من شغلتين بالسي او 2، مش بس السي او اتش 2 ايوه بتخلص منه وبتظبط يعني البي اتش تاع المي، لا انت كمان بتتخلص من السي اي سي او 3. تمام طيب تمام، وهيك بنكون انهينا بارت 9 بشكل كامل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون الشرح عجبكم، واذا عجبك الشرح حط لايك، اشترك في القناة، شير الفيديو مع اصحابك وبس. وشكرا لك على المشاهدة، اعذرونا على الاطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في امان الله.